عفوا مشاهدينا، ونعود مرة ثانية لاحتفالية أمس كانت أكثر من رائعة بوجود مع المحافظ، وكل الشكر والتقدير. وأنا بقول إنه إحنا لما بنقف نسجل ساعة أو اتنين بنبقى مرهقين جدا، لكن الحقيقة هو دائب وأصر على تكريم الكبير قبل الصغير. ولنا هذا اللقاء مع زميل خالد عبد الشافية. أعزائي المشاهدين، من داخل هذا الصرح العلمي الكبير مكتبة الإسكندرية وتخريج لدفعة 2020-2021، نلتقي في اللحظات والدقائق القادمة مع لقاءات حول هذا الموضوع. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين عبر شاشة قناة الإسكندرية. يسعدنا اعزائي المشاهدين نلتقي مع السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه. اهلا بك يا سيد اللواء. اهلا وسهلا وسعداء بوجودنا معاكم. اهلا فندم، النهارده احتفاليه كبيره جدا هنا في هذا الصرح العلمي الكبير مكتبه الاسكندريه. ماذا يقول السيد محافظ الاسكندريه في هذا اليوم وهذا التكريم لهؤلاء الخريجين؟ لا يعني خليني في البدايه كده اقول ان انا سعيد بمشاركتي في تكريم ابنائنا المتفوقين وخريجين المعاهد، شيء رائع، وبشكر القائمين على مثل هذا الاحتفال لأنه بيبقى في نوع من الدافع القوي لأبنائنا وحافز ليهم لبذل المزيد من الجهد والاستمرار في التفوق. الأستاذة الرائعة أمل صبحي الحقيقة يعني كعاصمة ثانية، والدكتور إبراهيم العزازي بيقدموا هذا الاحتفال لتكريم الثانوية العامة والثانوية الفنية وذوي الهمم، اهتمام الدولة بيهم واهتمام المسؤولين والقيادات بيهم في وجود المحافظ بيبقى دافع قوي ليهم. وزي ما قلت وبكرر، اولادنا دول هم اللي حاملي الرايه لمصر خلال السنوات القادمه، فلازم يكون في دافع قوي يعزز من قدراتهم التعليميه والعلميه. فسعيد بوجودي وبكرر ليهم ولاسرهم كل عام وانتم بخير. ويبقى هذا الشباب يا فندم فعلا هو راس مال هذا الوطن لمرحله اشراقيه قادمه ان شاء الله. اكيد طبعا، احنا زي ما نقول حاملي الرايه هم اللي هيشيلوا البلد، وعلى يكون لازم لابد ان يكونوا على هبة الاستعداد لتجهيز انفسهم لتولي المسؤوليه. كل الشكر للسيد اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه، كل التوفيق لك يا فندم، والاسكندريه بالفعل تتلألأ في وجود هذا المحافظ النشط الجميل اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه. كل سنه وانتم طيبين. نتواصل اعزائي المشاهدين في هذا اللقاء مع الاستاذ عربي ابو زيد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم بمحافظه الاسكندريه. اهلا استاذ عربي. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضراتكم طيبين. طيب استاذ عربي، النهارده احتفاليه كبيره هنا في هذا الصرح العلمي الكبير مكتبه الاسكندريه، ماذا تقول كالمسؤول الاول عن التربيه والتعليم في محافظه الصغر في الاسكندريه؟ اهلا بكم، كل سنه طيبين. بدايه انا بتوجه بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور احمد زايد رئيس مكتبه اسكندريه على استضافتها لكل الفعاليات الخاصه بالعمل التعليمي، ويعني رعايته واحتضانه لابنائنا. ثانيا انا بتوجه بالشكر الجزيل الى المعهد العالي للسياحه والفنادق ونادي العاصمه لرعايتهم للحفل النهارده وتكريم ابنائنا وبناتنا المتفوقات في العمليه التعليميه على مستوى محافظه اسكندريه. فان شاء الله يعني كل سنه يتجدد هذا
اللقاء ورعاية لأبنائنا ويعني غرس الولاء والانتماء لديهم وأيضا غرس كمان التنافسية لدى أبنائنا في داخل العمل التعليمي. فعلا فندم الجزئية الخاصة بالتكريم ده شيء مهم جدا جدا وضروري بيصل صدور المحتفى بهم أولا وأيضا ذويهم. طبعا ده انه هو يشعر بالتقدير وانه هناك من يقدره وهناك من يحتفي به، على ما اعتقد ده بيترك اثر ايجابي في ذاته، بيستمر كمان على هذا التفوق، بيحاول انه هو يبقى على قدر المسؤوليه في المكان اللي رايح له سواء في الجامعه او في المرحله التاليه ليه. ايضا كمان دور المجتمع، المجتمع احساسه بالعمل التعليمي واحساسه بابنائنا ورعايتهم والتكافل بهم ويعني اعطاهم الجوائز، ده بيدي نوع من الرساله الايجابيه انه اسكندرية الكبيرة العريقة المثقفة المهتمة بأبنائها، هذا التكريم تكريم مستحق لأبنائنا. الأستاذ عربي زيد المسؤول عن حركة تربية التعليم في اسكندرية وكيل أول وزارة تربية التعليم في اسكندرية، ماذا تقول لهؤلاء الشباب في ما هو قادم في مرحلة علمية جديدة لهم وأيضا مرحلة علمية عملية؟ أنا بقى يعني بأتمنى لهم التوفيق. حاجة تانية اطلب من اولادنا ان كل واحد يدخل الحاجه اللي بيحبها، مش اللي مفروض عليه، مش اللي بيفرض عليه اولياء اموره، لانه بالفعل لو انا دخلت حاجه بحبها يبقى هينجح وهيحقق تقدم ويكون عضو ناجح في داخل المجتمع المصري. بالنسبه للناحيه العمليه يعني انا بتمنى ان شاء الله تحقيق دائما ما قلت لفخامه الرئيس اللي هو احنا عندنا جيل مثقف واعي متعلم ولديه الامكانيات والقدرات المختلفه، فان شاء الله العمليه التعليمية في داخل محافظة اسكندرية تبذل أقصى ما في سعاه لتخريج أبنائنا القادرين على المنافسة سواء الداخلية أو الخارجية وخاصة في التعليم الفني إن شاء الله. بالفعل أستاذ عربي الشباب هو رأس مال هذا الوطن خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله طبعا، يعني بناء الشخصية المصرية زي ما دائما يتفضل فخامة الرئيس، يعني إحنا عندنا العنصر البشري وعندنا القدرات البشرية وعندنا الفكر وعندنا المبدعين وعندنا المبتكرين، وزارة التربية والتعليم لا تألو جهلا في احتضانهم وفي رعايتهم على مستوياتهم المختلفة. إحدى القامات العلمية الكبيرة في الإسكندرية الأستاذ الدكتور إبراهيم عزازي، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا حبيبي. دكتور إبراهيم أهلا بحضرتك دكتور إبراهيم، يعني في هذا الاحتفال الكبير بتقرير الرفعة بمكتبة الإسكندرية نتكلم عن هذه الاحتفالية الكبيرة اليوم. هي الاحتفالية دي مش مجرد احتفالية، إحنا بنقدم للمجتمع نماذج متفوقة في كل المجالات. احنا من ناحيه بنفرح اولادنا، لكن من ناحيه تانية بنقول لهم احنا بنعمل ايه عشان نخرج خريج متخصص قادر على المنافسه في سوق العمل، عنده مهارات علميه وعمليه. هنقدم لكم كمان في الحفله دي نماذج من الخريجين اللي خدوا مراكز متقدمه في كل المحافل سواء في السياحه او الفنادق او في تكنولوجيا المعلومات، منهم اللي قاعدين في الجامعة دلوقتي. فدي النماذج اللي احنا بنقدمها بجانب ولادنا من التعليم الفني والتعليم العام، من مدرسة النور للكفيفين، من خريج الأزهر المتفوقين. هنقدم نماذج منهم للمجتمع وهنحاول ندعمهم لما يبدأوا يواجهوا سوق العمل. تمام، وده المردود لهؤلاء بالفعل خلال هذه اللحظات اللي تعتبر مهمة جدا في حياتهم العلمية وأيضا العملية. احنا الحقيقة متواصلين معاهم حتى بعد ما بيتخرجوا. في مؤتمراتنا العلمية بنجيبهم يناقشوا بحوثهم، بنساعدهم في نشر البحوث في مجلة جامعة الدول العربية. احنا متواصلين معاهم، أو الجدي منهم احنا متواصلين معاهم. بس. تمام، دكتور إبراهيم يعني كلمة لهؤلاء الخريجين في هذا اليوم. ربنا يوفقكم، والمشوار بيبدأ من النهاردة، وإن شاء الله إحنا أتصور أن كل ما يمكن عمله معاك وإحنا عملناه، بجانب أن إحنا ما زلنا موجودين عند أي مشاكل تصادفكم، وأنتوا عهدتوا مننا ده. قامة علمية كبيرة دكتور إبراهيم عزازي، شكرا جزيلا لك. عفو. كبيرة جدا في مجالها، خدمت الوطن في سنوات عمر كبير جدا في عملها وأيضا في مكانها كمحافظة سابقة للبحيرة
ونلتقي الآن مع دكتورة مهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة الأسبق. اهلا بك يا فندم. اهلا بكم. زي اهل اسكندريه طيب. كلهم انت طيب وحشني كلهم. يعني سعداء بك يا دكتور. انا اسعد والله. ازيك اليوم وتخريج غرفه 2020 2021، الكلمة من حضرتك كقامه كبيره جدا مش في اقليم اسكندريه لا في مصر كلها، دكتور نادي عبد محافظ البحيره الازرق، ماذا تقولين اليوم؟ الحقيقه انا بحيي الدكتور ابراهيم عزازي انه عمل اللفته الجميله دي، انه بيهنئ الاوائل، ودي طبعا بتبقى بصمه في طول حياتهم انهم بذلوا جهد وكانوا من الاوائل وكانوا من الناجحين، فيعني دي بصمه حلوه جدا جدا لهم ولنا كلنا. وانا الحقيقه جايه النهارده وانا سعيده قوي ان انا بلتقي بهؤلاء البنات والرجال وكل الناس والمعاقين خاصه. ده مش غريب على حضرتك يا دكتور نادي. يعني الله يخليك والله، انت عارف احنا الوطن ازاي في عينينا يعني، وبالذات بقى الشباب الصغيرين دول، انت عارف ان انا دايما يعني لهم في قلبي حاجه حلوه خالص. يعني كلمات صادره من حضرتك اليوم لهم في مجالهم العلمي والعملي للمرحله المستقبليه القادمه ان شاء الله. اولا بقول لهم برافو عليكم في اي مجال كانوا مهمه، لكن انا دلوقتي لازم كل هؤلاء الشباب يحطوا نصب عينهم التعليم الفني. التعليم الفني مش التعليم العادي خلاص، الهندسه وطب وكده، ده كله مطلوب، لكن المجال الجاي اوسع كتير، في الحواسب الاليه، في الكمبيوتر، في الذكاء الاصطناعي، في حاجات كتيره قوي هم لازم يتجهوا اليها. ومش لازم بقى نوصل لغايه الجامعه والتعليم العالي، لا، التعليم المتوسط والفني هو اللي له يعني ارض كبيره قوي. اعتقد كمان مصر تسير الان بمراحل وخطوات ثابته جدا على ارض الواقع، واشراقه قادمه ان شاء الله لمصر والمصريين. ماذا تقولين لكل المصريين اليوم من خلال هذا اللقاء؟ انا بقول لكل المصريين من فضلكم كلنا ايد واحده. الايام دي كلنا حاسين انها ايام يعني فيها بعض كده المسوءات اللي احنا مش على قدها اللي اتعمل في مصر. وانا بقول لك يعني في فتره وجيزه، انا بقول لك احنا كانت محطه الميه بتقعد بالخمس ست سنين، النهارده بنلاقي محطه الميه بتخلص سنتين. الطرق، المناطق الصناعيه، النهارده لسه المنطقه الصناعيه في قناه السويس باول مره بيمونوا الشاحنات، بيمونوا بالوقود الاخضر يعني. فدي كلها حاجه، لمحات جميله جدا. طبعا العالمين يعني الواحد بيبص كده شيء مفرح وشيء مبهج وشيء مشرف لمصر. ولو احنا مش شايفين الناس هناك ما كناش صدقنا هذا الجمال، ومدينه عارف يعني على اعلى مستوى فيها كل حاجه فيها. فيعني مبروك على المصريين، والمصريين لازم ياخدوا بالهم من وطنهم هذه. تحيا مصر. تحيا مصر الف مره.